الاخوان السلام عليكم، نهاركم مبروك وتحياتكم خوت داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله، كانت تواجدوا الخوت في قلعة السلاغنة بتاريخ 2022 الخوت شهر 4 في 25. هذا هو السوق اسبوع الخوت الاثنين قلعة السلاغنة. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير. عثمان سميتو أستاذ جليل، السلام عليكم، كدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك. شحال ابو عبد الجليل؟ شحال اخويا؟ المشرق، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. 55 تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. 55 المشرق، اللهم بارك، الله يدير الخير. تبارك الله، ونطلب الله التيسير. تبارك الله، 2750 درهم الخوت، ولكن ثمان، ولكن خرفان، ولكن خرفان رمزيين الخوت، بدريين اصليين دورجين. تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير. تبارك الله، ونطلب الله التيسير. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يبارك. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. تبارك الله، ونطلب الله التيسير. اللهم بارك، تبارك الله. سي عبد الجليل ما عطاوك الربح لا والو؟ عبد الجليل مازال على الله، جوج عطاوك فيهم 60 60. اييه فيهم الدمعات، هادشي باش. تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير. تبارك الله، هذا الدمعات 17 باش عطاوه 60. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. 55 2750 درهم الخوت. شي كومونتير زوين، ما نبغوش فيه المعيار هو، راه خرفان راه زوينين ولكن راه فيهم الثمن. داكشي اللي كان كنقولوا الرزق الله، خرفان زوينين ولكن فيهم الثمن، الله يسهل العوان. هادشي اللي كان هو، تبارك الله، شي كومونتير يكون زوين، ما بغينا لا سبال لا والو في هذا النهار هذا. تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير الخوت. شنو طلب عبد الجليل؟ الله يسهل عليك، الله يعاون خويا، الله يجيب السلامة. السلام عليكم اخوان، هذه هي السلعة تبارك الله اللي شرينا اليوم من قلعة السلاغنة الخوت من اثنين. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. 43 راسية كسعي، 43 الخوت، ولكن نقية نقية والدروجين ديال المليح. تبارك الله، ما كاينش الحبوب، ما كاينش دي فولغرام لا. تبارك الله، هي السلعة 43 راس، غنحسب الخوت باش طايحة، واللي بغى الخوت مرحبا. الزين كاين والمليح كاين، والثمن الخوت راه كاين، الثمن توال كاين. تبارك الله، الثمن راه كاين الخوت، المليح المليح المليح. تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير. تبارك الله، جرية السعد هذوك الجوج قولها الخوت، خوت هذوك الخمسة، لا ماشي هذوك، لا الاخرين، وي غتجرب تاهما، هاي لا هذو، لا لا هذو زينين هذو، حيد عليا حتى الاخرين اللي قلت لك. تبارك الله، السلعة الخوت مليحة والسلعة نقية. تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير. تبارك الله، نطلب الله التيسير. ها انا السروس، السروس الخوت، السروس هذه السلعة الخوت اللي شرينا، نحسبوا ليها باش طايحة الخوت، اللي بغاها مرحبا. 43 راس، ولكن الدروجين ديال البدري، الدروجين ديال البدري والمليح. تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. هادو الخوت راه خوتهم خمسة، باش نكون مواصف معكم، الخوت راه المشرى ديالهم ب 38، خوتهم خمسة، الرية خوتهم قاعدة سبيان. تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير. الرية ثلاثة، الرية ثلاثة خوتهم اللي بقاو، هادوك هادوك هادوك، هذاك زيد لا اللي ماشي هذاك، ها هو السعيد، هذا وهذا وهذا، شدوا من السعيد، هذوك هما خوتهم راهم، زيد لا هذاك البياضي لا، الاخر هذاك، هذا الغليظ هاو، هذا هاكا، هذا قلنا لي، هذا زديم، هذو هما الخوت، زوج خرفان الصغار الخوت، هادشي اللي عطى الله هو هذا، الكساب راه داير فينا ما بغا، هادشي اللي كاين هو. تبارك الله، حيت طلقم، طلقم، تبارك الله، الخوت راه فيها المشتى، راه كاين من 44 حتى 38. شكون معكم واضح الخوت. تبارك الله، السلعه راه مليحه والسلعه غليظه، كل الاول كل الاخر كل الثاني، ونطلبوا الله التيسير. اللي بغى الخوت مرحبا. ها سعيد، سرعها خليها تسير باش نمشيو للكاميون سارجيو. صافي، شد واحد وسير، شد واحد السعيد وسير. تبارك الله، الخوت سلعه غليظه، سلعه مليحه وسلعه نقيه. تبارك الله، سير السعيد، سير صافي، سير سير. تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير. تبارك الله، سير السعيد، خليها تسرح، سرع الكاميون، طلع من تما. سلعة زينة مليحة. تبارك الله، حسبوا لها الخوت باش طايحة ومرحبا، حيت طلقم طلقم طلقم. تبارك الله، طلع السعد من هوك اتساع، سير سير. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. تبارك الله، انا غنشارجي الخوت في الكاميو، حسبوا لها الخوت اللي بغاها مرحبا. هادشي اللي سالوني هو هذا، سلعة راه زوينة وسلعة راه غليظة، فيها جوج رقاق، خوت خمسة جوج رقاق، هادشي اللي كان هو هذا اللي عطى الله هو هذا الخوت. ومرحبا بالجميع،
تبارك الله، الله يبارك والله يدير الخير، والقدرة غنرجعوا للسوق ونشوف لكم الأزمنة ديال السوق، هادشي اللي كاين هو هذا، ونهاركم مبروك وتحياتي لكم الخوص، 43 راس ولكن مليح، جوج فيها قلال، الحبوب الديف والزيطي ما كاينش تبارك الله، هادشي اللي عطى الله هو هذا كنقولوا الخوص ومرحبا بالجميع، تبارك الله سليعة سليعة الخوت غليظة، كل الأول كل الآخر كتنخلى دوز هاكوك فركس، تبارك الله. سلعه خوت غليظه 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 تبارك الله كل الاول كل الاخر كالثاني تبارك الله ونطلب الله التيسير اللهم بارك الله يدير الخير اما الخوت راه فيها المواصفات راه فيها تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير غمره واصله خوت العيد تبارك الله حيد صافي صافي سرجيو سرجيو تبارك الله طلب الله التيسير اللي بغى الخوت مرحبا انا نحسب لها باش طايحه واللي يبغى مرحبا الخوت تبارك الله وغلم راه اصيليه وغلم راه دوريجين تبارك الله هذا الخوت هذا راه مشري ب 52 باش نكون معكم واضح 52 اللي شد مولاه نكون معكم نيشان هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا والسلعه راه زوينه الخوت السلعه راه غليظه تبارك الله هاي تلقم تلقم تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير ونطلب الله التيسير صافي الساعه شرجي جوج فيها قول الخوت خوت خمسه شي الاخر راه كلها مليحه الغلب كلها نقيه الديفو فيها ما كاينش الشيء اللي عطى الله هو هذا عيط سرجي السعيد صافي سرجي صافي صافي ربو اللحواب اللحواب في الفيديو صافي بارك الله الله يسهل على الجميع الخوت ونهاركم مبروك واللي بغى الخوت مرحبا انا غنحسب باش طايحه ومرحبا جوج فيها قلال مع خوتهم ماشي لحقنا ودخلناهم مع خوتهم خمسه هذا الشيء اللي عطاه هذا خوهم الخوت تبارك الله بياض السلام عليكم كيداير خويا بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال خويا بياض مسرى 31 تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله اللهم بارك 31 1550 درهم تبارك الله الله يبارك معك سي محمد ياك تفرك معاك تبارك الله بارك تبارك الله ونطلب الله التيسير تبارك الله كاين الزين كاين المليح والله الا كاين المليح المواصفات كلشي كاين تبارك الله 31 خمسة نجوم الله يعزك اودا السموح الله يحفظك الله يبارك فيك الله يعزك ليا هادشي حاجه زوينه نقيه تبارك الله مربعين حتى الربيع مربعين تبارك الله 31 الخوت 1550 درهم السموح ما عطاك الربح لا والو خو السموح مازال زي على الله نطلبوا الله عنده نزوروك وندوزو ونجيب الله التيسير نجيب الله التيسير ان شاء الله الله تجيب الله التيسير ان شاء الله الله يبارك الخوص والله يدير الخير تبارك الله وغندرو واش دوار في السوق واش الاثمنه ديال السوق تبارك الله سموح الله يسهل عليك الله يعاونكم عبد القادر السلام عليكم دير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال اخر الخريبين هادو المشرى ما يوجوش تبارك الله الخوص بحال 34 على 34 الحولي 34 تبارك الله الله يبارك الخوص الله يدير الخير نعم 1700 درهم الله يبارك الخوص الله يدير الخير 1700 تبارك الله كاين الثمن 102 5100 درهم الخوص المجموع ديالهم تبارك الله نعم ما مخلص ما والو تمارتو لله في سبيل الله والله كيعدي وصافي والعلف راه ما تنقش واخا هكا لا راه باقي العلف هو هو ودابا دابا الارض كانت ربعت ولكن عقبت مسكينه بشات 10000 ريال تبارك الله الله يبارك الخوص الله يدير الخير 34700 درهم سي عبد القادر الله يسهل عليك نهارك مبروك الله يحفظك ليا خو محمد السلام عليكم كدير بخير صحيحه مزيان الله يبارك فيك شحال خو محمد؟ بعتيهم 46 تبارك الله باعهم الخوت الله يبارك الخوت الله يدير الخير 46 2300 درهم تبارك الله اللهم بارك 46 تبارك الله ونطلب الله التيسير الله يبارك الاخوان الله يدير الخير تبارك الله تبارك الله اللهم بارك الخوت فيه شي حاجه تنيه لا واحد عرفت هذاك الملاجي تني تبارك الله الله يبارك تبارك الله نطلب الله التيسير الله يسهل عليك خويا محمد الله يسهل عليك الله يحفظك 46 الخوت تبارك الله 2300 درهم الله يبارك الله يدير الخير كور السلام عليكم كيداير بخير صحيح مزيان شحال اخر كور 38 تبارك الله الله يبارك الخوص الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير 38 الله يبارك تبارك الله سلعه زوينه الخوص سلعه نقيه تبارك الله اللهم بارك 38 لا اله الا الله وصافي 38 1900 درهم الخوص تبارك الله
الله يبارك. كاين الثمن الخوت ولكن بالزين والمليح، هذا الشيء اللي كنقول لكم الخوت تبارك الله ولا اله الا الله. انا بارك علي والله العظيم قنعنا وشبعنا ياك خالي محمد في يد الله. 38 تبارك الله 1900 شحال مهول؟ السلام عليكم. كيدير خويا بخير؟ صحيح مزيان خالي محمد. شحال؟ 50 ياك خالي محمد؟ عطينا 50 تبارك الله، عطينا 50 تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير خير. 2500 درهم اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله. ونطلب الله التيسير اخوان، كاين الثمن في الخوت، الثمن كاين في الحوليه ولا اله الا الله، لا اله الا الله وصافي الخوت. هذا الشيء اللي كنبغي نطلبوا، شوف هذا العام كي غيدوز داير وصافي. الله يبارك الخوت والله يدير خير تبارك الله، ونطلب الله التيسير. لا أبرم خوف واحد أجهزة ثلاثة هرام خلي أبو محمد خويا الله يسهل عليك. أبو محمد الله يسهل عليكم أبو محمد، وهي راه قال لي خالي محمد غندير لي علاش تبارك الله حاج رايا تبارك الله الله يبارك الخوت. هاي عرفت عروش وهي راه كاين تبارك الله. نطلب الله تسير 50 الخوت جوج عطيني في 110 جوج عطيك 110 تبارك الله عرفتهم على جرنا انا وكذا تبارك الله اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله. عند الدمعات الخوت تبارك الله، ونضرب الله تيسير ونضرب شي دوره في السوق. خويا محمد، خويا محمد الله يعاونك، الله يجيب السلامه. زياده زياده معك بارك عليك. شحال ولد العم شحال؟ خويا شحال ديتهم؟ شحال ديتو هذا الخفاف؟ مليون وستة. مليون وستة ثمناش؟ هي شي 55 52 تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير. لكن كاين الزين المليح كاين 52 الخوت للخروف تبارك الله الله يبارك تبارك الله 2600 الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله اللهم بارك الله يبارك الاخوان الله يدير خير 52 تبارك الله. السي عبد الرحيم السلام عليكم، نهارك مبروك، تحياتي ليك، كيداير مع الوقت؟ كيداير انت مزيان؟ الله يحفظك الله يبارك فيك. شحال اخو عبد الرحيم؟ شحال اخويا؟ باش طايحين؟ طايحين ب 33 الله يبارك الخوت الله يدير خير. هما كلهم ياك؟ حتى هذا؟ ستة تبارك الله 33 باش طايحين على السي عبد الرحيم. وغنخلي النميرة ديالها الخوت واللي بغاه غيتصل به، باعهم من الله يسخر ما باعهمش نبغيو نتصل به الخوت تبارك الله. 1000 تبارك الله 1650 درهم تبارك الله اللهم بارك الخوت تبارك الله 1650 درهم ستة الخرفان زوينين نقيين تبارك الله الله يبارك. ونطور معاهم كلهم الخوت نقيين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله الخوت الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله. ونطور معاهم الخوت هذا راه هو معاهم الخوت معاهم هذا تو لازم اخوهم تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير. سي عبد الرحيم خلي لي النمير ديالك قول 06 46 04 91 85 تبارك الله. نمرت خويا عبد الرحيم واللي بغى من الخوت عيط لي تبارك الله. هما راه مسد الغرفان الله يبارك والله يدير خير تبارك الله. ونطلب الله تيسير سي عبد الرحيم الله يسهل عليك يجيب السلامه. خويا السلام عليكم داير بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. شحال خويا هذا الربعه؟ باش ديتيهم؟ شحال ديتيهم؟ 31 و 500 تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير. 31 و 500 ب 4 معاهم حتى هذاك تبارك الله اللهم بارك. 1525 درهم 1575 31 ونص ياك 31 ونص تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير. ونطلب الله التيسير 31 و 500 1575 درهم تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير ندورو شي دوار الخوت في السوق. خويا الله يسهل عليك كاين المليح كاين الزين تبارك الله الله يبارك الله يبارك تبارك الله. سلعة زوينة سلعة نقية تبارك الله. ونطلب الله التيسير اللهم بارك الخوت خويا الله يسهل عليكم الله يعاونكم الله يجيب السلامة. شحال برفقي؟ شحال عطاوك؟ 29 تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله. ونطلب الله التيسير اللهم بارك. واش شريتيها ب 29 لا؟ 29 باش طايحه تبارك الله اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله الله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير 29000 1450 درهم. شحال من راس هما بالحاج؟ 10 تبارك الله تبارك الله.
تبارك الله الخوت راه كاين الثمن ولكن في الزين والمليح. ثمن الغلم راه بثمن الخوت المليح، المليح راه بثمن 1450 درهم. خويا الله يسهل عليك. 160 160 70 الله يرحم 160 ما تزيدي فيها الدقيقه. قال عم فينا 100 جار لا ربي بهم سير لا ربي احمد تلقليهم تلقليهم ولا بقى شادهم شد شد بعد الخروف دي هذا هذا جر حواله جر جر حواله انا بغيت بلا سوق بلا مريض والله العادي هذا سي عم الله سعة 8000 درهم 8000 درهم 160 4000 درهم الواحد تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير تبارك الله الخوت 160 تبارك الله داهم هذا الراجل داهم هذا الناس هذو مبروطه تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير خير حوال الخوت ديال الجمعيه تبارك الله النمره النمره شحال مصطفى النمره جوج تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله هيا ديك صافي خلي سير شويه سير شويه احمد سير 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 خويا سير تبارك الله الخوت 160 تبارك الله تبارك الله 8000 درهم الخوت الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله وطول الله تسير الله يبارك تبارك الله 160000 ريال الله يبارك الخوت الله يدير الخير خوال الخوت ديال بصح تبارك الله الله يبارك الخوت سير الله يسهل عليه النمره جوج الخوت تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله وطلب الله التيسير الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله خير مولانا تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير 8 دراهم 50 درهم راه ديهم 50 درهم مكتوبه كاع راه عطاها لهم هذيك وصافي تبارك الله سير عاود رزاق سير اش يقولوا لنا سلعة الكلاب تنبح كاع لك سلعة الجواد فين هما الجواد الجواد كانوا تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير الله يبارك الخوت وجه السلام عليكم تدير بخير عاد السيد سول عليك ضروري مع شاف عندي ديك السيمانة الحاولي وقال لي هو من هنا مسكين من القلعة هو باغي نمرتك وباغي شي حوارة كيدي من عندك هو دوا معايا عنده 88 في الأخر بغيتي نمرتو راه غنعطيها لك أنا عارف أنت بغا نقول لك داكشي اللي كان ورزق الله شحال شحال أخويا 110 تبارك الله الله يبارك الخوص الله يدير خير 5500 درهم تبارك الله اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله ونطلب الله التيسير الله يبارك الخوت تبارك الله الله يبارك عند الحاج موسى تبارك الله غندير نانو كرخوت الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله التيسير سي هشام السلام عليكم كيداير خويا بخير صحيح مزيان شحال اخويا هشام خلينا نحاول نتعب جليل بعدا. سي عبد الجليل باين هو معروف. عرفت هو هذاك هو بلانك هو عبد الجليل خويا. النمرة ثلاثة يا كيشان. النمرة جوج. النمرة جوج. هيا بنزرق بنزرق النمرة جوج. النمرة جوج. شحال خويا شحال؟ نشرة 75 نشرة 75 تبارك الله الله يبارك الخوت والله الفلوس بلا موالي تبارك الله تبارك الله الله يبارك الخوت قلت لي شحال؟ 72 ياك 75 تبارك الله 3750 درهم راه يعطيوها لي واحد النمرة جوج هو راه زينة يا هشام حولي راه جيد راه مليح حولي راه مليح اخويا هو الشراء فايت المعدل فايت المعدل بزاف 57 55 والله ما فايت عند الجمعية دروك كيخرجوا بغلمهم هاد الشباب. الجمعية الله يغار المسافر. الله إلا خرجوا على الوقت. والله إلا خرجوا على الوقت. ما بقات كاع البركة. عاد حاولي تباع المليون السيد غادي دار الطبيقة سقوف، بيع خروف مليون وسقوف. والله. ما قنعانش. والله ما قنعان. أيوا راه كل شيء كان يوفروا. تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير 75 3750 درهم الله يبارك الخوت البركه والله العظيم كما قلت راه ما بقاش البركه جايب كم يوم منين ما مسرين شاري سبع خرفان
تبارك الله، الله يبارك لك خويا الله يدير خير تبارك الله. عطيهم الحاجه، عطيهم الدري الصغير، عطيهم والله العظيم. وسي هشام اخويا كنشكرك بزاف، الله يعاون خويا، الله يجيب السلامه وقول لي النميره. الله هشام احنا ما عاقلين لا حتى واحد، الخوف من الله وعاش الملك. عاش الملك داكشي اللي كاين هو هذا. قول لي النميره خويا هشام. تحياتي الفقيه. النمرة اللي ما بعناش انا راني مشروك فيه. اللي ما بعتوش انا هي هذيك بعتي الله يسخر. 06 61 69 16 0 جوج. شنو قرا كيتوفاو هات تعالى والله تجي السي احمد حلف والله. انت على فران احمد بحال ماذا؟ لا تقاعد. شاور احمد. تسكت احمد واحمد. هشام الله يجيب السلامة اخويا. الله يعاون خويا الزين الله يحفظك. السلام عليكم. كي داير بخير؟ صحيح مزيان. الله يبارك فيك. شحال المرضي؟ زال المشرى ولاش؟ لا كسيبك. كسيبك اخويا تبارك الله تبارك الله، الله يبارك الخوت 120 6000 درهم الخوت تبارك الله، اللهم بارك والله يدير خير. كاين الثمن؟ نعم. اي راحوا في شي حبه ياك تبارك الله، الله يبارك الخوت. قال لك بين قصري شي شويه كسيبت الخوت تبارك الله، ونطربوا لا تيسير اللهم بارك تبارك الله. سلعه زوينه الخوت، سلعه نقيه تبارك الله، الله يبارك لك. كاين الثمن الخوت الصوب؟ كاين الثمن بالزيت تبارك الله. طلبوا الله تيسير خويا، الله يسهل عليك، الله يعاون خويا المرضي، الله يعزك. السلام عليكم. كيداير خويا بخير؟ صحيح مزيان. شحال المرضي؟ محمد. نعم؟ 56. المشرى؟ 52 و600. الله يبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، اللهم بارك الخوت، الله يدير خير. 52 و600 المشرى الخوت، وهما كيطلبوا 56 تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله تبارك الله. 2630 درهم الخوت، الله يبارك الخوت. 2630 درهم الخوت المشرى تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير خير، نطلب الله تيسير. 52600 تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير خير تبارك الله، نطلب الله تيسير خويا. الله يسهل عليك، الله يجيب السلامه خويا. السلام عليكم. كدير بخير؟ شحال اخويا عبد السلام؟ شحال اخويا؟ نال 48 المشرى تبارك الله، الله يبارك الخوص، الله يدير خير تبارك الله. 48 الله يبارك. 4000 الله يحفظك ابا عبد السلام، الله يعزك تبارك الله، الله يبارك الخوص، الله يدير خير تبارك الله، ونطلب الله تيسير. 48 2400 درهم الخوص، ونعطوه 4000 تبارك الله. خلي عبد السلام هو اللي كاينه كيقولوا الرزاق الله تبارك الله، اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله. ستات الحوار الخوت راه مزيني تبارك الله، خاص سلعه شويه قليله في الغلط ولكن الصومه تبارك الله. ونطلبوا الله تيسير ونضربوا شوطه ورا الاخوان ونشوف السوق الخوت. خلي عبد السلام الله يسهل عليك، الله يحفظك. السلام عليكم. كيداير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال اخويا ديال الجمعيه هذه؟ الله عطونا 22 من 22 الاخرى راهي راه تبارك الله. غنمشي نشوف هذه هي اللوكا تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير خير. كلها خوت مرشومه بالطنقه حمراء تبارك الله، كلها ديال النار والخوت. 47 حوليه تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير خير. 22100 درهم الخوت، الله يبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. الحمامه الحمامه اللي وصل تبارك الله، اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله، ونطلب الله تيسير، الله يبارك الخوت تبارك الله. عاب شويه خو صلاح، عاب شويه شويه عليه تبارك الله، الله يبارك والله يدير خير تبارك الله، ونطلب الله تيسير. السلام عليكم. تبارك الله. ما نكذبوش حنا ديالنا حلال، واش انا ديالي حلال ومدا حرام؟ احنا قلنا كذبتي؟ قلنا الله عطانا 22 على الله، راك يقول لك على الله، على الله، على الله عطاهم 22100 درهم. واش انت فوتي الفراسيه؟ شحال عندك فراسيه؟ 47 47 خليني نمرتك وهي ندوز عدد هذيك. قول لي النمره. 06 01 97 85 62 تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله. نمشيو للكره هي الخوت تبارك الله، اللهم بارك الله يدير خير الخوت. راه 47 حوليه اللي عنده تبارك الله، وكل ديال الجمعيه كلهم مرشومه الخوت تبارك الله. عاد خويا صلاح شي حاجه زوينه الخوت نقيه، اللي بغى يكسب الخوت يرد النعجه راه دير شي حاجه مليحه، شي حاجه طوب الخوت راه ديال الجمعيه هذه تبارك الله، اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، نطلبوا الله التيسير، اللهم بارك الاخوان تبارك الله. غير مجال الجمعيه كلها مليحه الخوت كلها نقيه تبارك الله، الله يبارك.
47 راس اللي عنده النمره ديالو راه خليتها تبارك الله، اللي يبغى القوت يتصل بي تبارك الله. خويا صلاح الله يعاونك، فجيب السلام اخويا صلاح. شحال ولد العم؟ السلام عليكم. شحال اخويا؟ 31. تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير خير تبارك الله وطلب الله تزول. ولكن حاولي ياسر الخوت، حاولي تنقياس تبارك الله. ولكن المشرب شحال شريتي هما؟ 29. المشرب 29، الله يبارك الخوت والله يدير خير. ولكن النواره ديال تغرم تبارك الله ياك عبد الرزاق، لا زوينات، لا زوينات. 29 مسكين باش شرا تبارك الله، الله يبارك الخوت الله يدير خير. 1450 درهم ديالهم من المشرب تبارك الله، اللهم بارك الله يدير خير. خويا الله يسهل عليك. السلام عليكم، تحياتي ليك. كي داير انت؟ صحيح مزيان. الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يعزك ليا، الله يحفظك، الله يبارك فيك. عالم مباشر خوت، هضر عنده قناه تبارك الله، وكيدير الحوليه فوق الزيتون، ثاني مشي للزيتون. امين، الله يحفظك، الله يبارك فيك. خفتاه وراه كلشي ولاد باب الله، هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله. الله يبارك الخوت، الله يدير خير. المشتري ديالهم 55 تبارك الله، من البروج تبارك الله، اللهم بارك الخوت الله يدير خير. المشري ديالهم 55 2750 درهم تبارك الله، الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. الخوت راه كاين المليح، ولكن المليح فيه الثمن الخوت. 27 و500 مليح تبارك الله، مليح تبارك الله، الله يبارك الله يدير خير تبارك الله. طلبوا الله تيسير خوتاه، الله يسهل عليك، الله يحفظ خويا. ولد عم السلام عليكم، كيدير بخير؟ صحيح مزيان. شحال المرضي؟ 27. زاد الثمن شويه والبدريه الحوليه تزاد فيها الثمن تبارك الله، ولكن في الزينه شويه ماشي بزاف تبارك الله. 27، الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله. 1350 درهم، اللهم بارك الاخوان الله يدير خير. ونشد لكم النمير ديال الخوت اللي بغى متصل به شله ثمن هذا الشيء. لا اله الا الله، طلبوا الله تيسير الخوت. هذه راه تجي العيد، يبغى يعلف تجي العيد تبارك الله، الله يبارك الله يدير خير. 1350 درهم تبارك الله، والله يدير خير تبارك الله. ونطلب الله تيسير، اللهم بارك. وعشرين الخوت جملة تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير خير تبارك الله، اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله. ونطلب الله تيسير. السلام عليكم، دير بخير؟ صحيح مزيان خويا. شحال المرضي؟ 22 و500 تبارك الله، اللهم بارك الاخوان الله يدير خير تبارك الله. 1100 درهم تبارك الله. 22 تبارك الله، الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله. وغنشد لكم الميره من عند الخوت اللي بغاهم اتصل به تبارك الله، الله يبارك السلعه زوينه الخوت ديال البروج نقيه تبارك الله، اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله. نطلب الله التيسير. تبارك الله، اللهم بارك الخوت والله يدير خير تبارك الله. ونطلب الله التيسير. دور لي دور لي دور لي. خلي الميرة ديالك قيد اخو قيد. قول قول. 06 34 34 40 97 94 97 96 22 الخوت اللي عطاوه تبارك الله، الله يبارك الخوت الله يبارك الخوت تبارك الله. ونطلب الله التيسير. بغيتيها فيها تبارك الله، الميرة راه خليتها ليكم تبارك الله. رواب انت مالك، انت واد رواب مالك؟ انت فركت الولاد يا اش كيفاش كتفركتي الولاد؟ هاد جابت لك ترد على بنتها هي زيد ماكله وقلت الجوع تحيد لها بنتها. ما عيبش مع الله لا؟ ما عيبش مع الله ما والو. هذه مالها يعني متجوز هذه. لا عليك ما خاصها والو، اللي كاين كيقولها الرزق الله تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير خير تبارك الله. هذا خوت كيفرق البنات على اموات، كيقول لك الام ما بقاش فيها الحليب، هذا الشيء اللي كاين هو. والجوع تبارك الله. والاصل منين انت يا بلاصه؟ انا رحماني. رحماني. الله يبارك الخوت والله يدير خير تبارك الله. ونطلبوا الله تيسير خويا، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. ونطلبوا الله تيسير. خو السي محمد السلام عليكم، كيدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال خو السي محمد؟
شحال؟ 25 و600 هما خمسة. تبارك الله الخوت، الله يبارك الخوت، الله يدير خير. تبارك الله، الله يبارك الخوت. 25 و600 تبارك الله، 1280 درهم. الله يبارك الخوت، الله يدير خير. تبارك الله، كاين الثمن الزيت. السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. مصطفى دابا يلا مشى يا ورا بنادم ما بقالش، كنمشيو نطيروه ونطيروه. شحال اخويا مصطفى؟ 32. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير خير. 32600 درهم. اش درت في السنة مصطفى؟ جات يلا بايكاسترو، وجات سنة الحليب. تبارك الله، الله يبارك الخوت، سنة الحليب. تبارك الله. هادو جات والله جايبها السنة الوحدة، السنة الوحدة. تبارك الله، هادو الكسيب، هادو كسيب كلشي. الله يحفظك خو مصطفى. تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير خير. تبارك الله، هاي العيد كلشي. تبارك الله، الله يبارك الخوت. المشرى المشرى 32. تبارك الله، لا نقول الكسيب، لا نقول العيد، لا نقول كلشي. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير خير. 1600 درهم. سي مصطفى الله يسهل عليك، وما عطاك لا ربح لا والو ياك خو مصطفى. مصطفى ما عطاوك لا ربح لا والو، ما عطاوك لا ربح لا والو، ونطلبوا الله تيسير. الله يسهل عليك، الله يعاون خويا.